بشار وجهك نحس وجهك وتحيوان انت وحزب البعث يا بقى انت مرض سرطان يلا بالطبل وفي خليه حزيني بس بدي حجر اسمعي ما حد حصانا فهيك بدنا نفرح الشباب شوي يلا ارحل يا بشار وسوريا كلها احرار غصب عنك يا بشار يلا ارحل يا بشار اللي قصفونا من بعيد ما في شي طالع بالعيد لا في فرحة ولا في عيد قابل ما ماخذ بالدار يلا ارحل يا بشار قصفونا من الشبيبي يا محمد يا حبيبي وبعنا ليلي كئيبي ونحنا نبكي على صغار يلا ارحل يا بشار مثل هالثورة ما بلاقي الله يحميكن يا رفاقي هذا هالقصف العشوائي ما بيخلي ولا دار يلا ارحل يا بشار يا معلم يا وليد الله بعمرك ليزيد بدك مضوي من حديد والمضوي ما عاد سمار يلا ارحل يا بشار يا معلم كرشك طابل بدك رابط بالاسطابل بالاكل بتراغم داغل وبتكسر عاشر تجار يلا ارحل يا بشار يا وليد ويا كذاب بدك قاتل بالابقاب بدنا نبيعك للقصاب بالسفاد والديوار يلا ارحل يا بشار صنفك صنف الحيواني مثل الجحش النعباني يلا عباب الدباني وعدي عادل القنطار الله يعطيك العافية.